بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماسك للتخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء وبسهولة. نحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة طعام كبيرة من عصير البندورة أو عصير الطماطم طازجة. نأخذ نصف حبة طماطم تغسل جيدا، تزال البذور، تضرب في الخلاط، ونأخذ منها ملعقة طعام كبيرة. ونحتاج ما يعادلها ملعقة طعام كبيرة من عسل نحل. يمكن استخدام عسل الشفاء في هذه الوصفة، كذلك نافع بإذن الله، أو العسل الأبيض أو عسل البرتقال كذلك رائع في هذه الوصفة. نخلط عصير الطماطم مع العسل حتى نتحصل على ماسك يمكن تطبيقه على بشرة الوجه. وأولا قبل البدء في وضع هذا الماسك على بشرة الوجه والأماكن المتواجد بها الرؤوس البيضاء والسوداء، يجب عمل حمام بخار للبشرة، لأنه يعمل على فتح مسام الجلد المغلقة وإزالة الإفرازات الدهنية والخلايا الميتة والزيوت، وبالتالي يقضي على الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء ومن أول استعمال إذا استخدم بطريقة صحيحة. طريقة عمله: احضر ماء ساخن في وعاء، ضعي عليه أوراق نعناع أو أوراق خزامة أو إكليل الجبل، وقومي بتقريب وجهك من الإناء مع وضع منشفة على رأسك. عرضي وجهك للبخار المتصاعد لمدة 5 إلى 8 دقائق، ثم بعدها جففي وجهك جيدا. وضعي هذا الماسك على كامل البشرة وركزي على الأماكن المتواجد بها الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، وبعدها اتركيه ليجف لمدة 20 دقيقة. بعد مرور 20 دقيقة يشطف هذا الماسك بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسام. وإذا كان متواجد عندك زيت شجرة الشاي، رطبي بشرتك بزيت شجرة الشاي. النتيجة رهيبة وسريعة ومن أول استخدام. يمكن استخدام هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع. احتفظي به في الثلاجة واستخدميه 3 مرات في الأسبوع. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.